جدعان. يا عم سيبنا نتبسط يا عم. ممكن تقعدوا؟ الف مبروك. الله يبارك فيك. والله والعسل خد السكر يا جماعه. المحتفل يعني والسبب يعني. ايوه عرستنا. يا جماعه انا وسكر عندنا كلام مهم جايين نتكلم معاكم فيه. كده يبقى في عمليه جديده بقى. ايوه. بس قبل ما نقول الكلام المهم ده في حاجه عايزين نقولها مهمه برضو. ايه؟ اقول انا ولا انت؟ قول انت يا عروس. ماشي. لا التعامل اختلف. خلاص بقى يا حماده. عامل ولا ايه؟ ايه يا بنت؟ سريع قوي يا عمر يعني. بصوا بقى. احنا نعرف بعض بقالنا حبه حلوين صح؟ صح. وكسبنا حبة فلوس حلوين برضو صح. وعملنا ملايين بس صرفناها يعني ما كفتناش. يا ست كليم احنا في نعمة وردة اهو منجها واخر فل. سكر انا الدباجة دي قلقاني. ايه الموضوع؟ انا وعمر قررنا ان دي تبقى اخر عملية بالنسبة لنا. مش صح. لا لا صح. وايه ترتبتوا انتوا عشان تفركش احنا؟ لا احنا كده كده كنا متفقين حتى لو انا وسكر ما خدناش الخطوة دي ان دي كانت هتبقى اخر عملية. لا اخر عملية ايه؟ احنا بقينا عيلة. القرار لازم يبقى جماعي. كان لازم تقولوا لنا.